في صنعاء حثت ندوتنا الدينية جميع الدعاة والخطباء على توحيد الخطاب الديني سعيا لتعزيز التلاحم الوطني وتكريس ثقافة الحوار في أوساط المجتمع. الاعتصام بحبل الله وانتهاج الوسطية والاعتدال في جميع أمور الحياة عنوان ندوة نظمتها مؤسسة الاعتصام بقاعة مركز الدراسات والبحوث في العاصمة صنعاء بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاة وخطباء المساجد الذين تقع على عاتقهم توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم، وفي مقدمها الجوانب الهامة التي تحصنهم من الأفكار الهدامة التي تقودهم إلى الهلاك. الندوة هذه أهم أهدافها هو غرس الوحدة بين أفراد المجتمع ونبذ الفرقة بجميع أشكالها وأنواعها ووضع الحلول المناسبة لها والآثار المترتبة عليها، أيضا الدعوة إلى الخير والمحبة والأخوة والتسامح والتصالح. الدعاة والخطباء المشاركون في الفعالية حثوا القائمين على المساجد والدعاة في المنابر إلى أهمية تكريس ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والتصالح وغرس الوحدة والتعاون والتكافل بين أبناء الوطن الواحد. رسالتي إلى خطباء، يجب أن يكون الخطاب الديني خطابا معتدلا يدعو إلى التسامح والمحبة والسلام والإخاء. نحن شعب يمني واحد نؤمن بأن الوطن يجمعنا جميعا مهما كانت مذاهبنا. تهذيب الخطاب الديني هو عدم إخراج المشاحنات والفتن التي تغرق المجتمع في بؤرة الخصام والشقاق والنفاق والتنازع، إنما نريد من هذا المجتمع أن يلتحم ويزداد صفاء ومحبة. تفعيل دور العلماء والمثقفين والأدباء في نشر قيم الخير والسلام ولم الشمل هدف يسعى القائمون على المؤسسة لتحقيقها في نفوس أبناء المجتمع عبر مختلف الأنشطة والفعاليات. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.